الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في بادئ بدء نبارك إلى الأخوة المنظمين هذا العمل المبارك، ويعني وصولهم إلى هذا العام أو النسخة السابعة هذا دليل واضح على الإصرار على أنهم يواصلون هذا المشوار إلى آخر نفس. ويعني وبعض يعني بعض النقاط الملاحظة على هذا العمل، عمل مبارك، عمل جميل. فرق إنشادية قدمت أعمال جدا جميلة، ولكن الملاحظ على الأعمال أو على المنشدين بشكل عام دائما الوجوه واجمة، وهذا العمل هو عمل إنشادي فرائحي، وكذلك في بعض الأعمال ربما لا تتناسب مع مناسبة الفرح. والنقطة الأخرى يعني بالنسبة إلى التنظيم، تنظيم يعني واضح يعني جهد جبار. ويعني ما لفتني في الـ في الـ في الأمر هو اللباس الموحد إلى المنظمين اللي على الستيج، وهذا كان أمر واضح ولافت. الشغلة الأخرى يعني بالنسبة إلى الديكور، الديكور يعتبر نوعا ما متواضع، ويعني بالإمكان واضح أنه من خلال التصميم، تصميم جدا راقي، وكان بالإمكان أن الديكور المحل يكون بمستوى أكبر من هذا. يعني الواضح أنه صاير على الـ على الـ على الأطراف هو التصميم، وفي الوسط فاضي أو خالي من هوية المهرجان. ورحم الله والديكم، ونتمنى استمرار هذا العمل ويكون في الأعوام القادمة بصورة أفضل. وهذا الواضح نفس ما ذكرت من البداية من هذا الجهد المتواصل إلى هذه النسخة، فأنا مطمئن أنه هذا العمل راح يكون في الأعوام القادمة بمستوى أفضل وأفضل. وبارك الله فيكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.